بادئ ذي بدء نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء على وشعب الإمارات عامة على كل ما قدموه لأخوتهم جرح المقاومة الجنوبية خاصة ولليمن بشكل عام في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأتقدم بشكري عبركم إلى منظمة الهلال الأحمر الإماراتية التي تعتبر واجهة دولة الإمارات العربية المتحدة ما قدمته من كل المساعدات في شتى المجالات التي نجدها في الركب الأول في المناطق المحررة. نجد منظمة الهلال الأحمر الإماراتي الداعمة الأساسية والأولى لبناء ما هدمته الحرب الناتجة عن قوى الميليشيا الانقلابية الحوثية العفاشية. وكما قلت لا نستطيع أن نجزيهم الجزاء، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ونتمنى منهم ونحن على ثقة كبيرة بأن دولة الإمارات لن تبخل علينا بكل غال ونفيس، لأنها تعرف إلى جانب من تقف، وإن شاء الله يجزيهم الله عنا خير الجزاء. وأشكر أيضا سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دولة الهند الشعبية على كل ما قدموه، ولا أخصهم بالاسم ولكن كل العاملين في السلك الدبلوماسي في السفارة لما قدموه لنا من تذليل الصعوبات التي واجهناها، وإن شاء الله يكون جزاهم عند الله خيرا. وشكرا على مجيئكم لنا وتفقدكم لأوضاعنا في المستشفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.